شكرا سيد رئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. مرحبا معالي الوزير، طاقم محترم المرافق لكم. معالي الوزير، وضع الأئمة والمساجد ماني متكلمة فيه لأن الوقت ضيق وتكلموا عنه الناس، غير بعد ما ذكرتكم عن الأئمة ما اكتتبوا كاملين، وعن الراتب المعطيهم زهيد، وعنهم يعيشوا حالة من الفقر. شكرا. معالي الوزير، ماني متكلمة عن الأئمة به اللي الوقت وفوا، والمساجد تكلموا عنها الزملاء، غير نختار بعد ما ذكرتكم عنهم الكتاب ما طال نشملهم كاملين، وأغلبيتهم ماني مكتتبة، وعنك أنتم شخصيا تتعاملوا معهم مستوى كبير من الاحتقار، ما تستقبلوهم مكاتبكم ولا تتعاملوا مع مشاكلهم، هذا سجلوهم على الكتاب اللي لا تقولوا الرأي العام عنكم عدلتوا لهم. معالي الوزير، الفساد للأسف الشديد ينخر في الدولة الموريتانية منذ قاع عقب سنوات قليلة من نشأتها، يا غير الفساد في القطاعات الأخرى كاملة يقد انشاف، غير الفساد المتدثر باللوحة مشكلة. منين يعود الفساد؟ جاي من وزارة الشؤون الإسلامية، يعود أولا للتفتيش ما يقدوا قاع يجرؤوا عليه، والعامة خايفين منه. أنا بعد ما أنا خايفة من لحية لموراها فساد، ولا نقولها لها بكل بساطة، أخاف الله من الله عز وجل وحده، ولحية لم وراها فساد لا خير فيها، وخير فيها ينقاس بها الحشيش، نقولها مرة ثانية. إساءة للنبي صلى الله عليه وسلم، وإساءة للسنة، يعود العلماء، ويعود قطاع فيه العلماء، وفيه الدعاة إلى الله عز وجل، وينقال له قطاع الشؤون الإسلامية، تعود صفقات ويعدل هذاك اللي تعدلوا فيها، وإساءة للدين، وإساءة للدولة، وإساءة لفخامة رئيس الجمهورية، وجهير من تحت ومن تحت مستقبله في هذا البلد، وكغيره من القطاعات الأخرى اللي تعدل هذا العمل، من أن يعود قطاع ينقال له الشؤون الإسلامية، يعود يعدل الصفقات المشبوهة، ويعود ظروف الحجيج، ذيك الظروف معالي الوزير ما قد حد يكلمني عن ظروف الحجيج، كنت في الحجيج الموريتاني، وللأسف الشديد ناقع فلوسك، وناقع في المرض، وناقع في الإهمال، وبل ومعطيل واد النار، ولا مهتم بها رقاش، والحجيج الموريتاني لا يتوفر فيه اي صفه من صفات للاسف الشديد الحجيج، حتى حجيج شقيقه مالي يشبه منه ظروف. معالي الوزير، افطارات الصائم معروف ذاك الفساد اللي يعدل فيها. معالي الوزير، الايتام وذاك اللي يقدم لهم من الاوقاف ومنش يتعدلوا لهم فاعلين الخير، معروف ذاك اللي تعدلوا لهم معالي الوزير، واليوم الايتام ما قط استفادوا من قطاعكم، والافطارات الصائم ما قط استفادت من قطاعكم، والمساجد ذاك اللي جايه لا من عند الخيرين وانتم ما قط مشيتوا ولا شيء، ومع هذا الفساد ينخر في قطاعكم للاسف الشديد، والصفقات تعدل بالطرق المباشره اللي تحت الطاوله التي لا يعلمها الا الله عز وجل، وهذا اهل كاملين متدثرين باللحى. الحمد لله بعد ما مطروح لكم قاعد يسلم منهم. معالي الوزير، الفساد المالي في قطاع الشؤون الاسلاميه اخطر منه الفساد التربوي الاخلاقي. معالي الوزير، هنا يعود قطاع الشؤون الاسلاميه، منين يعود منابر الجمعه ما تتحدث عن مشاكل الامه، منين تعود خطب الجمعه ما توجه لحل مشاكل الامه، ما توجه لرفع الحرج عن المسلمين، ما توجه لتغيير المناكر الاجتماعيه، معناه انكم دوركم ما قمتوا به معالي الوزير. منين تعود في الازمه الاخيره اللي تكلمنا عنها، منين اساء محمد الزين وللقاسم على مكونه كبيره من المجتمع المسلم والموريتاني قالها المعلمين، تميتوا ساكتين ساكتين، ختم الله على افواهكم، الين وقف فخامه رئيس الجمهوريه في مهرجان ودان وقال كلمته التاريخيه المشهوده اللي احييه عليها واشكر عليها من ذا المنبر واذمنها، واتمنى عنها توفق بالتطبيق، وعنه يوفق له نخبه تقد تطبق له، ما هي هذه النخبه اللي معاه؟ رجعت انتم وعدلتوا خطبه جمعه بعد شهر وشهر ونص من الاساءه، وبعد من صبحت وحده موريتانيا على كف عفريت، وانتم ساكتين عن تغيير المنكر الاجتماعي، رجعتوا تقولون لا يسخر قوم من قوم، قالها ان مولانا سابكم وزكى كلامه عند رمكم. معالي الوزير، الفساد التربوي، الائمه قلت حالا الائمه والمؤذنين نحن مهتمين بهم، ما انكم مهتمين بهم مع كامل احترامكم، اولا تكرسوا فيهم التراتبيه، انتم كقطاع شؤون اسلاميه تكرسوا التراتبيه وتربوا الاجيال الاسلاميه على تكريس التراتبيه، به الامام لابد يعود ابيض والله تخن، لا قاع ما فينا حد ابيض، والمؤذن لابد يعود كحل، هذا تكرسوه انتم وتعدلوه انتم، الحراطين عندكم ما ائمه ولا يصلوا، رانا قاع سكتنا عن المعلمين والمصلي خلفه يعيد سرمدا، الحراطين ما هم ائمه ولا يصلوا، المعلمين ما قطع عاد يصلوا عندكم، انتم ما غيرتوا ذا المنكر، انتم دوركم شنو معالي الوزير؟ انتم اش تقول تاخذوا بفخامه رئيس الجمهوريه الى ان يعطيكم الفضة ويعطيكم الصلاحيات ويعطيكم من الاطر والكفاءات اللي وراكم، وانتم اطار وكفاءه نحترمكم شخصيا ما في استهداف لكم، ولا نعرفكم ما يستقر بكم ولا عندي معاكم مشكله، غير متكلمه عن هذا الفساد اللي ينخر في ذا القطاع الكبير اللي يحمل هذه الهيبه وهذه القدسيه اللي ينقالها الشؤون الاسلاميه، ما خدمتوا الدوله ولا خدمتوا المجتمع، 61 سنه من عمر الدوله ما قط شؤون الاسلاميه
الإسلامية قطاعها قدم شسوة شنو لهذا المجتمع، ولا قدم شيء للبلد، بيه ما أكثر في هذه المنكرات الاجتماعية، ولا رب الأجيال عن ذيك الفروعية اللي ربيتوا أنتم عليها، وذيك المتون الظالمة اللي ما عندها علاقة بالإسلام، ما رد الناس المشارب الإسلام المصقولة للسنة الصحيحة وللقرآن اللي مد رجعته قطعاً عنها، ما هي لا تظلم ولا يتعدل شيء خاسر، ولا يتعدل الفساد، ولا يتوكل أموال الدولة، ولا يتظلم المستضعفين من المسلمين. معالي الوزير، أنتم قلتوا عنكم عدلتوا ثورة، ما عاد قلتوا عدلوا ثورة قاع. شكرا. إذن الكلمة